النص العاشر، توماس ريفيرا. في ولاية تكساس الأمريكية ولد الكاتب المشهور توماس ريفيرا عام 1935 ميلادي، وقد نشأ في عائلة اعتمدت في معيشتها على جني المحاصيل الزراعية، لذا كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر لجني هذه المحاصيل، وتوماس يرافقهم ويساعدهم في كل مرة. كان العمل كثيراً وشاقاً، إلا أن توماس كان سعيداً به، وأكثر ما كان يسعده بعد الانتهاء منه هو الجلوس إلى جده على أحد صناديق المحاصيل كي يحكي له الحكايات الشائقة. أعجب توماس كثيراً بالقصص التي كان يحكيها جده، وفي أحد الأيام قال لجده: أتمنى أن أصبح مثلك يا جدي وأن أروي قصصاً جميلة تضاهي قصصك. قال الجد: أنت تستطيع ذلك، ولكن عليك أولاً أن ترافقني إلى مكان ما. هيا بسرعة يا توماس. ركب توماس الشاحنة مع جده وانطلقا حتى وصلا المكتبة العامة، فقال له جده: انظر، فهناك الكثير من القصص، عليك أن تقرأ أكبر قدر ممكن منها لتحفظ أحداثها وتسردها مثلي. بدأ توماس مشوار القراءة وصادف قصصا كثيرة، بعضها جاد وبعضها فيه الفكاهة والضحك، ولم يكتفي بقراءة القصص وإنما قرأ موضوعات ثقافية متنوعة. بعد ذلك أخذ توماس يفكر بكتابة قصصه الخاصة، وهذا ما حدث بالفعل، فقد بدأ يحكي قصصه لعائلته في الحقول قبل أن ينشرها للناس. وعندما شاب توماس اختار أن يصبح معلماً لتزداد ثقافته، واستمر يكتب القصص، وكانت غالبية قصصه تتحدث عن الرحلة والتنقل في جني المحاصيل. عندما تزور مدينة تكساس ستشد نظرك مكتبة عظيمة من مكتبات المدينة، سميت باسم توماس ريفيرا تقديراً لهذا الكاتب المشهور. الاستماع، نستمع إلى نص بعنوان توماس ريفيرا ونجيب عن الأسئلة الآتية: 1- أين ولد توماس ريفيرا في ولاية تكساس الأمريكية؟ 2- لماذا كانت العائلة تتنقل من مكان إلى آخر لجني المحاصيل؟ 3- ما الذي كان يسعد توماس؟ الجلوس إلى جده على أحد صناديق المحاصيل كي يحكي له الحكايات الشائقة. 4- ماذا كان توماس يتمنى أن يصبح مثل جده؟ 5- إلى أين اصطحب الجد حفيده؟ إلى المكتبة العامة. 6- ما أنواع الكتب التي كان يقرأها الحفيد؟ كان يقرأ القصص. 7- ما الفائدة التي جناها توماس بعد القراءة؟ التفكير في كتابة قصصه الخاصة. لماذا اختار توماس أن يكون معلماً؟ لتزداد ثقافته. 9- ألف، أطلق على مكتبة عظيمة في مدينة تكساس اسم مكتبة توماس ريفيرا تقديراً لهذا الكاتب الشهير. ب- غلبة على كتابات توماس موضوع الرحلة والتنقل في جني المحاصيل لأن عائلته تنتقل من مكان لآخر. 10- ما معنى يضاهي؟ تعادل.